انت عندك ولد وبنت صح كده؟ عدي ومنار. ومنار، تحب ان عدي يبقى لعيب كوره ولا انت مانع اصلا الموضوع من بعد اللي شفته؟ يعني هو انا ما احبش انه يبقى حارس مرمى، بس احب يبقى لعيب كوره. ليه بقى؟ لا، حارس المرمى الموضوع عليه ضغوط كبيره جدا. يعني حارس المرمى الموضوع بالنسبه له صعب وشاق جدا. تمرين كمان، في التمرين الموضوع صعب، وكمان في الماتش انت بيبقى عليك لود وضغط كبير جدا جدا جدا، مش اي حد يقدر يستحمله. غلطتك خلاص، الغلطه بتاعتك عادي، يعني ممكن الفرويد يغلط عادي، الديفندر يغلط، النص ملعب، المدافع، اي حد يغلط، الغلطه ممكن تتصلح، لكن حارس المرمى الغلطه بتاعته خلاص بجون. فده ضغط كبير، يعني وارد جدا انت انك تغلط، ده طبيعي، كل بني ادم غلط وارد انه يخطا، بس الخطا بتاعك فعلا بيأثر كبير جدا، فانت غصب عنك بتبقى مضغوط. وبعدين الحراس بتفرق معاها جدا انك الخطا، يعني انت لو اخطات او انا اخطات مثلا في ماتش، بقعد شويه حلوين انا متضايق، او شويه يومين ثلاثه اربعه، ممكن لو الماتش اللي بعديه باسبوع بقعد فتره طويله الواحد طبعا متضايق انه سبب في خساره الفريق. فانا ما احبش يعني ان هو اتحط في الموقف ده، ممكن يطلع عليه يعني. بالظبط، حتى لو هو عايز وقال لك بابا انا عايز ابقى حارس مرمى، هو لو عايز بقى خلاص. لكن انت بتساليني على التمني، انا التمني بتاعي لا، ما اتمناش ان هو يطلع حارس مرمى، ممكن يطلع يعني لو هو عايز يلعب كوره يبقى. بس هو احتمال كبير جدا يكمل مسيرتك، يشوف انه مثلا الاب دايما بيبقى يعني رول موديل بالنسبه بالزبط. له، فانا وارد. هكمل وارد يعني أوه. هو لو طلب هو بقى يستحمل، انا هنصحه. هو عايز ياخد بالنصيحه ياخد، مش عايز ياخد بقى خلاص. يعني يشق هو طريقه، شق طريقه. ايوه. مشاهدين قناه الاهلي، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع كابتن محمد بسام.